تريد أن تتحدث عن التاريخ أيضا نحن نتحدث عن القرآن. لا يمكن لك أن تلغي القدس من القرآن. أرجوك أن تبتعد عن الألفاظ التي تسيء للعرب والمسلمين. رجاء لنبقى في موضوعنا. السعودية من حقها أن تفعل ذلك. أنا لا أدافع عن السعودية. السعودية بلد عربي. إيران ليست بلد عربي. ماذا تفعلون في اليمن؟ أخرجوا من اليمن. انت شاطر، انت صحفي شاطر، انت صحفي شاطر، بس انت مش مقدم جيد. انت صحفي شاطر وتهرب من الاجابه. ولعلمك انا باخذ دورات ب30 حيله لواحد مثلك مشان يهرب من الاجابه. لعلمك بعرف 30 حيله. انت قاعد بتتبع سنتين بس. لا ابدا ابدا، وحد الله يا رجل. بدك يا سيد شحاده، يا سيد شحاده، طيب من قصف المخيم؟ قل لي يعني هل قصف من السماء هكذا؟ يعني نكون صريحين يا أخي، كفي يا شريف شحادة، الأمور الآن استوت، كل شيء أصبح واضح للعيان، الكاميرات تصور. يا صديقي الكريم، لا يمكن لك أن تلغي حقيقة الآن مصورة. قصف طائرات ميج لمخيم يا شريف.